طيب خلينا في اللي احنا فيه. تعالى نتكلم في السكيورتي بتاعت سيكول سيرفر ايجنتس. تمام، لايك السكيورتي اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح، كان في حاجه اسمها داتابيز رولز وعندنا حاجه اسمها سيرفر رولز. تمام، عشان السيكول سيرفر ايجنت اقدر الناس اخلي الناس بس مسؤوله مثلا عن شوبايه معينه او مسؤوله عن سكادول معين، فانا عندي 3 داتابيز رولز. 3 داتابيز رولز دول هم بيتحكموا في عمليه السكيورتي بتاعت السيكول سيرفر ايجنت. من ضمن ال 3 داتا رولز دول وكل اللي بتقول عليهم، هو بيتكلم عن حاجه اسمها سيكول سيرفر ايجنت يوزر رول، تمام، سيكول ايجنت ريدر رول، وسيكول ايجنت اوبريتور رول. تمام، سيكول ايجنت يوزر رول طبعا السيس ادمن هو ممكن يعمل ايه؟ اي حاجه، بس اللي هتاساينه جوه سيكول ايجنت يوزر رول فهو هيكون مسؤول مثلا عن شوبايه والسكادول بتاعتها، يقدر بس يعمل لها عمليه مانج. معنى كده انا ممكن اساين واحد جوه مثلا شوبايه وهو مسؤول، بس هو الاونر بتاعها، هو بس مسؤول هو مثلا اكسكيوت يعدل فيها مانج السكادول بتاعها يضيف ستيب جواها. تمام، فاللي بيتحط جوه سيكول سيرفر ايجنت رول معنى مصاد ان بحطه اونر على الشوبايه دي، هو بس مسؤول ان هو يشوف بس ايه ماي اون جوب. تمام، طيب لو انا خليت هو خلاص باي ماي اون، تمام، هو خد الشوبايه دي اون، طب انا عايزه اخليه يشوف كل الشوبايات. تمام، فانت عشان برضه يقدر ان هو يشوف كل الشوبايات الموجوده عنده، فانت عندك حاجه اسمها سيكول ايجنت يوزر ريدر رول. فانت لو اديته اون واديته كمان صلاحيه ان هو يدخل جوه السيكول ايجنت ريدر رول، ان هو يقدر يشوف كل الجوبس الموجوده عندك بلس كمان كل الايه افيلبل سكادولز. معنى كده انه ممكن يعمل بيك لسكادول اصلا موجود اوريدي، ممكن يحطه فيه في جوب موجوده تاني. تمام، طيب لايك الادمن، لايك الادمن بتاع السيس ادمن والدي بي اونر في الداتابيز رول والسيرفر رولز، عندي حاجه اسمها سيكول ايجنت اوبريتور رول. هو لايك برضه ايه ادمن، يقدر يتحكم في كل جوب، يقدر يضيف جوب جديده. تمام، فانت لو حطيت يوزر عادي جوه السيكول ايجنت اوبريتور رول يكون عنده الصلاحيه في السيكول ايجنتس ان هو كريت جوب. تمام، او ان هو يبدا كريت سكادولز او كريت كمان اي حاجه لايك اليرتس. تمام، فكلها دي مسؤول عن ايه؟ عن داتابيز. دي كلها عباره عن داتابيز رولز. هلاقيها فين؟ لو انا رحت على ماي سيكول كده او سيكول سيرفر ورحت على الداتا بيز، احنا اتفقنا الداتا بيز اللي مسؤوله عن اي حاجه في سيكول ايجنت، تمام، اسمها ام اس دي بي. لو رحت على مستوى السكيورتي، تمام، هتلاقي في عندك حاجه اسمها داتا بيز يوزر رول او داتا بيز رولز. من ضمن الرولز اللي موجوده عندنا هتلاقي اهو سيكول اوبريتور رول، سيكول ريدر رول، سيكول يوزر يوزر رول. اتفقنا عشان نضيف اي حد من الممبرز دي، بس بقى دبل كليك على كده بقول له مثلا عايز اضيف ممبرز، اهو هتلاقي الممبرز هنا، وقول له بس اد، اختار الممبر اللي انت عايزه، قول براوس اي ممبرز بقى من الموجوده عندك هنا. طبعا احنا كمان بس عامل المكنه جديده فايه فالدنيا ما عنديش يوزرز. تمام، بس انت بتختار اي يوزر من الموجوده عندك هنا ايا كان اي حاجه، از جيست مثلا، طبعا لو جيست اي حد يعمل اي حاجه، بس انا بقول اوكي، بقول اوكي. فكان انت جفت اليوزر بتاعك جوه ايه سيكوال ايجنت يوزر رول، وده ديفولت لو انا عملت اون اللي وانا بعمل الجوبايه نفسها. تمام، اعتقد هو ده مثلا كل المجال بتاعني. انا اقدر ان انا اضيف برضه حد في الريدر رول، نفس الحكايه ان انا اقدر اضيف اد ممبرز ولا براوس، واضيف اليوزر بتاعي اقول له اوكي، فهو كده يقدر يشوف كل الشبات بلس كل السكادولز انا ايه انا عامله. تمام كده، هو موديول بس ما كانوش غير على السيريز رولز موجودين عندنا في سيكول ايجنتس، وكلهم عباره عن ايه؟ داتا بيز. ايه؟ داتا بيز رولز.